بالعراق من نشوف واحد طيب وخلوق ويسامح الناس نقول عليه هذا روح رياضية. قبل ما احكي بموضوع اليوم تعال نشوف هذا الفيديو وراجعين. تعرفون اكو لاعب فرنسي اسمه غريزمان وحاليا هو لاعب نادي اتلتيكو مدريد الاسباني. غريزمان ويا نادي اتلتيكو مدريد لعب ضد نادي اورجواياني، من قول ما احتفل الناس استغربت قالوا له انت شنو اصلك اورجواياني؟ احنا نعرفه انه اصلك كرواتي ولعبت بمنتخب فرنسا مو اورجواياني. قالهم من كنت صغير اكو مدرب اورجواياني دربني فاستحيت انه احتفل ويشوفني وينقهر. هي هاي الأخلاق الرياضية اللي احنا نعرفها. الفيديو اللي شفتوه قبل شوية هم نجوم العالم الكرة القدم على مستوى كريستيانو رونالدو من يقولون بالفريق اللي كانوا يلعبون وياه قبل، لاحظوا اللي كانوا يلعبون وياه مو فريقهم الحقيقي، ما يحتفلون احتراما للجماهير واحتراما لمشاعر الناس، يخافون اذا شافتهم هاي الناس تنقهر. اما عندنا للاسف البارحة شفنا اسوأ صورة عن كرة القدم باللاعب عراقي الاصل للاسف بسام الراوي. بسام الراوي انولد بالعراق من ام واب عراقيين، عاشوا وكبروا بهذا البلد، انتقل من العراق يمكن السوريا وبعدين القطر، اتجنس قطري ولعب بالمنتخب القطري. بنهايات كاس اسيا من لعبه ضد العراق قول من كره حره، راح احتفل كانما فايز على عدوه، تقريبا فايز على اسرائيل، وباخر دقائق بالمباراه من هجم اللاعب العراقي راح دفعه ويريد يكسره. لاحظوا بكل دقيقه الكاميرا تقرب على وجه اللاعب بسام الراوي تشوف اكو حقد اتجاه المنتخب العراقي او بالاحرى اتجاه العراق. ليش هذا الحقد؟ ما اعرف. الاتعس من هذا كله ورا ساعه من المباراه طبوا على صفحته الشخصيه اللي حاليا جاي تشوفوها على الشاشه مكتوب قطر الجنسيه، يعني انا متبرم من العراق او بالاحرى ممكن يقول ما اتشرف بالعراق. يا اخي احنا ما نتشرف بك ولا نتشرف باي انسان ما يتشرف بينا. بسام الراوي عار مو بس على العراق، بسام الراوي عار على كرة القدم. مع هذا انا مو ضد بسام راح اخذ جنسية من غير بلد او لعب ضد بلده ويا غير بلد او قول ويا غير بلد ضد بلده، انا ضده من استهان بمشاعر الانسان العراقي. بالاخير المثل يقول اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وبسام الراوي انسان ما يستحي، فمو غريب عليه انه يحتفل من يقول ضد اصله او يروح يكسر لاعب عراقي او حتى ينكر اصله. شكرا.